برج الحمل، أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات. ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت، لكن لا تضيع الكثير من الوقت في التفكير. برج الثور، في المجمل أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. في نفس الوقت سوف تستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية. يجب أن تعمل على تأمين نجاحك حتى الآن حتى تقوي موقفك في المستقبل. برج الجوزاء، يتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة، وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس واعثر على بدائل. تساءل أيضاً إلى أي درجة ستؤثر تلك المشاكل سلبياً عليك شخصياً. من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها إلى الحل بمفردها. برج السرطان، كل الشواهد تشير إلى أن المشروع الخاص بك ليس على وشك السير قدماً في الوقت القريب. سيستوجب عليك قريباً مواجهة عدد من العقبات والإخفاقات أكثر من ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم. تحلى بالصبر فسوف تمر بفترات مشرقة. انتهز هذه الفرصة لتتعلم قدر الإمكان من الإخفاقات التي وقعت بها، واعمل على عدم الوقوع في نفس الأخطاء مرة أخرى. برج الأسد، تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأن في تحديد المشاكل التي تمثل حقا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها. في هذا الشأن إن إساءة تقديرك للأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية. برج العذراء، تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر الإلهام للآخرين، خاصة الذين يعملون معك. هذا يجعلك تشعر بتقدير الآخرين لك، ويساعدك على فهم أن كل الذي تحتاجه موجود، بحيث تستطيع ترك أثراً إيجابياً والنجاح. برج الميزان، لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أي حال لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. برج العقرب، تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة، حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضاً، لأن ذلك لن يساعد في شيء. برج القوس، عزيزي برج القوس، أنت بالطبع أفضل من الأيام السابقة، واليوم يعطيك الدعم على المسار العلمي، وتنجز ما تراكم عليك من أعمال، كما أنك تتأخر كثيرا في عملك، لكنك ستكون سعيدا ولست متعصبا. المساء يسمح لك بالترفيه عن نفسك، ويعطيك خبرا جيدا يدعمك على المستوى العملي لديك. برج الجدي، تتمتع حاليا بلياقة بدنية جيدة جدا وإمكانية ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك، ولا شيء يقف أمامك. قم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة، فالبدء بالعمل في مشروع جديد رغبت به منذ زمن في الشروع به، فهذا هو الوقت الأمثل. اعتني بكل شيء ضروري لإنجاح مشروعك والأهداف التي تحارب من أجلها. برج الدلو، هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك، وبدلا من ذلك استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك، فقد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور. برج الحوت، حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل الثقة. سوف تنفذ الحماس التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت إنها لن تتحقق.